والله يا حسين كنت هتدور على ناس زمان يخلف ربنا. ناس زمان كان عنديها شرف وكان عنديها كرامة. عن أيام زمان كتبت بعض الأبيات الشعرية العامية قلت فيها: لأن هذه الأيام تذكرني بأيام زمان وتجعلني أحن إلى هذه الأيام. زمان أيام ما كنا كلنا حبايب، أيام ما كنا نوقر الشايب، أيام ما كنا نرجع العايب. زمان أيام ما كنا نشيل على الاكتاف، أيام ما كنا ناكلها بالعيش حاف، أيامها كنا بنكرم الأضياف. سبحان الله، في هذه الأيام الكرماء ينقصهم المال والأغنياء ينقصهم الكرم. زمان أيام ما كانت الناس تقول الحق، أيام ما كان الرأي أيوة يا لأ، أيام ما كان الحر جنبه يطلع. زمان أيام ما كان الملح جوه العيش، أيام ما كان البيت جواه جيش. عمرك يا أمي ما قلتي عن أي حاجة مفيش. زمان أيام ما كنا نعيش ولا نعو الهم، أيام ما كنا نبوس إيدين الأم، أيام ما كان في الوش نقطة دم. إلى هنا آتي إلى نهاية هذه الكلمة، ولا أريد أن أذكركم بالحب والوفاء والتغاضي عن عيوب الناس حتى يستر الله عيوبنا. وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.